مشاهدي متابعي نشوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. فتابعوا معنا مشاهدينا الكرام لحظة انتهاء فيستيفال قناوة بمدينة الدار البيضاء. الجمهور اللي كان داخل او بجانبات المكان المتواجد به هذا الفيستيفال لعرض حقيقة فنانين قناوة معروفين على الصعيد الوطني والدولي. اللحظة ديال العودة ديالهم الى المنازل ديالهم كيدوزو من هاد الشارع ديال محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، اكيد كيلتقيو بنساء كيعرضوا الاجساد ديالهم من اجل الباحثين عن اللذة الجنسية. شوفوا ما يقع في هذا الشارع في هذه الأثناء. نبقوا معنا في الجولة بشارع محمد الخامس بوسط مدينة الدار البيضاء، شوفوا ما يقع في هذه الأثناء دقائق قليلة بعد نهاية فيستيفال قناوة بمدينة الدار البيضاء. بمدينة الدار البيضاء الساعة تشير إلى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.